ومنا مؤخرا من منطقة جزين. يعني نحن اليوم كجزين عم نحكي عن هاي المشكلة بالذات يلي بتخص 8 قرى بالساحل. هول الثمان قرى عندهم مشكلة لها سنين، يعني لها يمكن من 2013 وأكثر. عندنا معمل لتوليد الطاقة الكهربائية بقضاء جزين يلي هو بخراج التالي. فهول الثمان قرى يلي تابعين لقضاء جزين ما بياخذوا الكهرباء من هيدا المعمل، بياخذوها من صيدا. هول القرى الثمانية بيعانوا من انقطاع التيار الكهربائي حوالي 16 ساعة. هيدي المشكلة مش بس بتكمن بالكهرباء، لأنه هول كمان القرى عند انقطاع التيار الكهربائي توقف وصول المي لإلهم. اليوم في شكر لأنه في سعي من قبل نائب رئيس اتحاد بلدية جزين يلي هو رئيس بلدية لبعة فادي رومانوس، وهو أكثر شخص يمكن متضرر لأنه نائب رئيس اتحاد بلديات جزين وبذات الوقت ما عنده كهرباء من جزين. هالمعلومات إذن برسم المعنيين على أمل أن تتحرك الجهات المسؤولة وتحل الموضوع في القريب العاجل.